بعد ظهري هذا اليوم وانطلاقة أشواط هنا أيضا لقايا أصحاب السمو الشيوخ. نتابع هذا الانطلاق التحدي، نتابع الإثارة ونسير هنا غرام للسهيل بن سعيد بو حقب الشامسي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني زاهية خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي. وهناك تأتينا الشبيلية المنطلقة، ولكن أرى التسلل في هذه اللحظات من العفريت عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري، تأتينا هنا وتتسلل إلى المركز الثالث. وفي المركز الرابع صوغ المبارك بن أحمد بن مطر بن مايد لخيلي، والوصول من دير بن سباع بن مصبح الكندي، تأتينا على المركز الخامس وسادس المراكز. تنطلق هنا الشبيلية للسهيل بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري، والوصول من قبل الظبي لسعيد بن عامر بن سالم العمري، الوصول من الطيارة حمد بن كلفوت بن قرش المزروعي. المنطلقة الثامنة مركز واسم بن خلفان بن حمد الحافري. المنطلقة بهذا الأداء المميز جميل، وعاشر مراكزنا هنا الزجنجل عز بن خلفان بن الحافري، من تأتينا على المركز العاشر في هذا الانطلاق المميز الجميل. نعود نتابع مشاهدينا الكرام المسيرة، نتابع الانطلاقة، نتابع هنا زاهية خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني العفريت عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري، من تنطلق على المركز الثاني. وفي المركز الثالث غرام سهيل بن سعيد بو حقب الشامسي، ووصلت هنا وصلت الطيارة القادمة من الغربية حمد بن كلفوت بن قرش المزروعي، ومن مدينة زايد للمشاركة على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق المميز الجميل. المركز الخامس صوغ مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد لخيلي، ومن الجانب الآخر هناك تأتينا الشبيلية السهيل بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري، المنطلقة سادسا. وفي المركز السابع ديما ناصر بن سباع بن مصبح الكندي، تأتينا على المركز السابع. وفي المركز الثامن مراسيل قادمة أحمد بن محمد بن كراز المهيري مع مراسيل القادمة على المركز الثامن. وفي المركز التاسع الظبي لسعيد بن عامر بن سالم العمري، والمركز العاشر عند قيل الحافري، هنا تأتي الخوارة سالم بن خلفان بن حمد الحافري على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى بهذا الأداء المميز الجميل. نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول، والمسيطرة على زمام الأمور، سيطرة العفريتة على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري هنا مع المجازف على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، ولكن زاهية خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي على المركز الثاني. وفي المركز الثالث المركز الثالث والانطلاق وصلت صفوة أحمد بن مطر بن محمد الرميثي، والوصول هنا من قبل تغرودة سعيد بن حمد بن حمضة آل علي، من تأتينا بهذا الانطلاق. الوصول كذلك من مهمة عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري ومراسيل أحمد بن محمد بن كراز المهيري، وهنا الوصول من ديمة ناصر بن سباع بن مصبح الكندي. المركز الثامن السلطنة مهنا بن سعيد بن حميد اليحوم
الخوفي وصل هنا مع مهمة بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحديات والإثارة مع الكيلومتر الأخير. أعود إلى العفريت على الصدارة، العفريت على المقدمة على المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور، تسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول. العصقوس العفريت عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري الصدارة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. صفوة في المركز الثاني، صفوة على المركز الثاني، أحمد بن مطر بن محمد الرميثي الوصول من السلطنة، مهنا بن سعيد بن حميد اليحو في القادمة في هذه اللحظات. ولكن العفريت، العفريت على صدارة، العفريت على القادمة على المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور، هو على الصدارة ما شاء الله بهذا الأداء المميز الجميل. سلام منازف سلام، سعدتم صباحا بهذا الانطلاق الجميل مع شعار المجازف على صدارة هذا الشوط. تهانينا تهانينا على هذا الأداء المميز الجميل لعبيد بن عتيق بن زيتون المهيري على فوز العفريت بالمركز الأول ولحظة اقترابها ووصولها إلى خط النهاية، معلنها الفوز، معلنها الناموس. تهانينا تهانينا على هذا الأداء المميز الجميل ولحظة وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني سلطنة، مهنا بن سعيد بن حميد اليحافي، كذلك صفوة أحمد محمد أحمد بن مطر بن محمد الرميثي. والمركز الرابع وصلت سراب المبارك بن محمد المبارك بن حول الخيري ومراسيل لأحمد بن محمد بن كراز المهيري. من أتتنا على المركز الخامس في هذا الانطلاق المميز الجميل. تهانينا وناموس. توقيت الزمني مع أبو عدنان مخرجنا في هذا الصباح المميز الجميل، له جزيل الشكر مع طاقمه الإعلامي المميز لقناة دبي ريسينج. 7:41 أربعة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت لهذا الشوط مع العفريت لعبيد بن عتيق بن زيتون المهيري. شكرا أيضا على هذا الأداء يا أبو سعيد. المركز الثاني 7:42 سبعة من الأجزاء من الثانية، توقيت السلطنة المهنا بن سعيد بن حميد اللي يحافي على أدائه الجميل مع السلطنة. بينما المركز الثالث شاهدين ومتابعين الكرام كانت صفوة لأحمد بن مطر بن محمد الرميثي 7:43 جزئين من الثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا والناموس تهانينا للجميع. هكذا مشاهدينا.